الحوثي مجرم غدار. ينام اليمنيون ويستيقظون، وتظل الدولة هي الحاضر الأبرز في اهتماماتهم ويملأ واقعهم غيابها. منذ اللحظات الجمهورية الأولى في الجنوب وفي الشمال، نادت الجماهير اليمنية العريضة بالدولة كبديل للفرد الحاكم الذي وضع الشعب في دائرة الغياب المرير. فعندما تغيب الدولة تتأثر مصالح الشعب وهويته الوطنية التي يتزامن حضورها مع تعزيز الانتماء لهوية وطنية جامعة، هكذا تقول الحالة اليمنية. السلطة الشرعية التي رفعت لافتة إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة لا تزال إلى اللحظة في اختبار الدولة، ولا تزال رهن المساءلة الشعبية اليومية بضرورة هيكلة الحكومة بما يتناسب مع اللحظة الوطنية بالغة الحساسية والتأثير. مهتمون بالشأن العام وبفكرة الدولة، يتساءلون على الدوام عن عدم تشكيل خلية حكومية لإدارة الأزمات والعمل على رسم السياسات الماضية لاستعادة الدولة وفرض حضورها على الأرض في هذه اللحظات المفصلية. قائمة طويلة على رأس أولويات مرحلة استكمال عملية التحرير والتثبيت حضور الدولة في المناطق المحررة كتكريس واقعي لمشروع الدولة المؤسسية، وهو مطلب الجماهير التي انخرطت في المقاومة بحثاً عن مشروع الدولة. الرأي العام المهتم بمشروع الدولة ينتقد التردد الحكومي في العمل على تثبيت حضور الدولة لكي تحدث السلطة الشرعية فرقاً واضحاً بينها وبين الميليشيا الإنقلابية. الاكتفاء بدور حكومة الأجواء لا يكفي، وكذا السفريات والجولات المكوكية بين الرياض وعدن أو مأرب. فبقاء الدولة خارج الإطار الجغرافي سيفاقم السؤال الشعبي العريض: أين الدولة ومتى تعود؟ الدفاع والأمن، الإعلام والصحة أبرز مؤسسات الدولة التي تتموضع في قائمة أولويات الناس، كما إن عملية اختيار مسؤولي الدولة وفق معايير الكفاءة من أهم الرسائل التي تحدد شخصية الدولة المؤسسية في وعي الناس. هل هي دولة مؤسسية أو لا مؤسسية، قائمة على الفئوية والمحاصصة؟